خليل عندنا النطق الرسمي باسم مجمع سونيغاز. تم إنشاء مصنع عمدة شحن السيارات الكهربائية تابع للشركة الجزائرية لصناعة الكهربائية والغازية فرع مجمع سونيغاز، تطبيقا لالتزامات الدولة الجزائرية في مجال سياسة الانتقال الطاقوي. تم توجيه في الأول الإنتاج نحو السوق الوطنية، لكن بعد تشبع هذه الأخيرة توجهنا إلى التصدير، وذلك من أجل المساهمة في تنويع مصادر العملة الصعبة خارج المحروقات. تعد هذه العملية الأولى من العقد الذي تم إبرامه، هو الذي ينص على تصدير 433 عمود للشحن المتوسط بقدرة 60 كيلووات والسريع بقدرة 322 كيلووات نحو دولتي ليبيا وإيطاليا، والتي تم تصنيعها كلها وفقا للمعايير الدولية لتصنيع في هذا المجال. لدينا عدة عقود أخرى هي في مرحلة متقدمة من المفاوضات التجارية من أجل تصديرها أو تصدير هذا النوع من المنتوج نحو دول أوروبية وكذلك أخرى من الشرق الأوسط. للتذكير فقط، يتم تصنيع هذه الأعمدة من طرف شركة ساير، وهي الشركة الذراع الصناعي لمجمع سونيغاز بنسبة اندماج وطني تقدر ب 58%، والتي نسعى إلى رفعها أكثر في الأشهر القادمة.